بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. راح أقدم لكم اليوم حلقة جميلة عبارة عن شرح لأغلب مفاهيم لينكس المشهورة واللي تدور حولك دائما. خليكم معي، خلونا نشوف عندنا بدون مقدمات طويلة. اهلا وسهلا، عدنا من جديد. اوكي، اول حاجه راح اتكلم عنها زي ما انتم شايفين بالترتيب حوالي 13 شغله. اول شيء راح اتكلم عنه اللي هو جنو لينكس، بعدين كيرنل، ديسترو، انترفيس، سوفت وير مانجر، روت، سودو، ريبو، تيرمينال، باكج، ليب اب، شيل سكريبت، عربيك سبورت. تمام، طبعا راح اتكلم عن كل واحده بالعربي الان. ايش هو جنو بالبدايه؟ اول حاجه احنا لازم نعرف النظام احنا نستخدمه اسمه ايش، هل هو جنو او هو لينكس. تمام، النظام فعليا هو اسمه جنو، حلو، اللي هو انا اكلمكم منه حاليا، اللي احنا نسميه لينكس. هو اسمه الصحيح جنو، اذا كان فيه مقارنه او تصحيح بالاسم فهو فعليا لازم يكون جنو وليس لينكس. ليش؟ انا اقول لكم ليش. بالبدايه المشروع هو اسمه جنو وليس لينكس. تمام، ولينكس مجرد مكمل المشروع جنو. ايش الموضوع وايش صار وايه اقول لكم اياه. مشروع جنو اساسا بدا عام 83 او 82، او خلونا يعني ما ادري بالضبط، يمكن 85. تمام، بينما لينكس اساسا ما طلع يعني فعليا عام 91 اعتقد او عام 90. تمام، هذا يعني انه جنو اقدم من لينكس، وهذا يعني جنو موجود قبل لينكس. وبالمناسبه لينكس بدون جنو ما له فايده، يعني لو طلعنا لينكس برا جنو لينكس ما له اي قيمه. لينكس هي الكيرنل. وش معنى كيرنل اللي هو مكتوب هنا؟ الكيرنل هي نواه النظام. خلونا نتكلم شوي عن جنو ولينكس وبعدين راح نشوف الكيرنل وش هي. جنو هو المشروع او هو نظام التشغيل. تمام، اللي هو فكرته او اساسه انه يوفر نظام تشغيل مشابه لنظام تشغيل يونكس ويكون مجاني مفتوح المصدر. تمام، طبعا متاح للجميع، لكن طبعا جنو فيه كيرنل او نواه خاصه به اسمه مو بلينكس، اسمه هارد. تمام، اللي اسمه جنو هارد. تمام، او كيرنل هارد اللي تبي. عموما النواه هذه ما كانت جاهزه فعليا لعام 2001. تمام، للاستخدام، ولا هي اساسا يعني جاهزه للاستخدام الفعلي. قد يكون الشخص اذا ما كان خبير ما راح يتاقلم معه، او بيني وبينكم هي جاهزه للمستخدم اللي عنده استعداد انه يستخدمه. اوكي، طيب، وش لينكس وش علاقته بالموضوع؟ ليش جاء وش الى اخره؟ لينكس قام الشخص اللي اسمه لينس، طبعا جنو تابع للشخص اسمه ريتشارد ستولمان، هو اللي سوى الفكره هذه. لينس قام وسوى اللي هي النواه، لكن فعليا النواه هذه ما تابعت فكره جنو. تمام، وش صار وش ما صار؟ انه لينكس ما فكر انه يكون كل شيء مفتوح المصدر فعليا، لانه اعتقد في حاجات في النواه مغلقه. تمام، ايضا صحيح مفتوحه، لكن فيها اشياء بالنواه ممكن تدخل مغلقه، عشان كذا هي ما تسمى جنو ولا هي بتابع الجنو، لذلك جنو منفرد لحاله. اذا بنفكر بنظام تشغيل زي جنو، ففي نظام اسمه بي اس دي. تمام، البي اس دي هذا يمكن سمعتوه، في بي اس دي او فري بي اس دي. تمام، البي اس دي هذا ياخذ حاجات كثيره من جنو. تمام، هو طلع بعد الجنو اعتقد. فالبي اس دي هذا زي ما قلت لكم ياخذ بعض الاشياء من مشروع جنو، وفعليا جنو ياخذ بعض الاشياء من بي اس دي، يعني يتبادل منفعه، لكن ما في نظام اسمه جنو بي اس دي، بي اس دي منفصل. تمام، هل احنا نستخدم جنو او احنا نستخدم لينكس؟ احنا نستخدم جنو. لماذا؟ لان اساسا حوالي 23% من النظام مشروع جنو، بينما لينكس 3% من النظام فقط. تمام، هذا يعني احنا مخطئين من الاساس مسمينه لينكس. انا من وجهه نظري اوكي انا اسميه جنو لينكس، طبعا هذا المتفق عليه، لكن احنا وجهه نظري ليش صار اسمه لينكس، انا اعتقد في شغلات يعني ورا موضوع اللي هو ريتشارد ستولمان. ريتشارد ستولمان طلع فكرة البرمجيات الحرة، وفي ناس ما تبي جنو يطلع فطلعوا لينكس، أو انشروا اسم لينكس نيابة عن جنو، وهو فعليا يفرض يكون يعني عندنا وفاء شوي ونسميه جنو لينكس. لذلك من الآن فصاعد إذا سمعتونه يقول لينكس صححوا لي، يقولوا أنت غلطان، هذا اسمه جنو أو اسمه جنو لينكس. خلصنا من فكرة الجنو والجنو لينكس الحين، وصار عندنا فكرة كاملة. لكن قبل ما نروح، هل في نظام جنو فقط؟ اي، في نظام اسمه جنو فقط، تحصلوا على موقع جنو جنو.org. تمام، ابحث عن جنو بذي تحصلوا بنواة هارد، استخدمته انا قبل، عملي النظام فعليا، لكنه راح تواجه مشاكل كثيرة. ليش؟ لانه
ما يعترف بأي شيء مغلق المصدر، وما راح تحصل تعريف في الأغلب القطاع اللي تفكر موجودة فيها، لذلك استخدم جنو لينكس. الآن خلنا نتكلم عن الكيرنل. إيش الكيرنل؟ الكيرنل عربيا اسمه النواة. إيش هي النواة؟ يعني هل هو العلاقة على قولة عادل إمام هو الموضوع له علاقة بالبلح؟ لا، النواة هي المسؤول عن توصيل البرامج بالهاردوير بس، تمام؟ يعني هي العلاقة ما بين السوفتوير والهاردوير اللي هي الكيرنل. لذلك الكيرنل هذه هي اللي جات وكملت مشروع جنو، ودخلت بالذي اللي هو لينكس، دخل بمشروع جنو وكمل المشروع، صار في ترابط ما بين الهاردوير والسوفتوير، تمام؟ هذه فكرة الكيرنل. من وين نحصل الكيرنل؟ اكتب بالجوجل لينكس كيرنل، وراح تدخل على موقع الكيرنل وحمل وسوي كومبايل وسوي اللي تبي. هل استطيع اني اثبت كيرنل خاصة بي على توزيعه ما في الكيرنل هذه؟ اي نعم، ببساطة تقدر تجيب كيرنل معين وتنزله على النظام حقك وتستخدمه. اذا كان عندك مشاكل بالكيرنل الحالية حاب تغير الكيرنل، فالكيرنل قلت لكم اسمه نواة، والنواة ممكن تغيره على راحتك، تمام؟ ولماذا هنا راح نجي نقول لماذا عندكم الاندرويد مثلا، الاندرويد يستخدم لينكس كيرنل، ليش احنا نقول اندرويد ما نقول لينكس، بينما احنا نستخدم جنو لينكس ونقول لينكس؟ لذلك نفترض ان شغل مخ الواحد يسمي نظام جنو لينكس ويبعد عن الخطا وخلاص، او يسميه جنو، اوكي؟ فزي ما قلت لكم الاندرويد اسمه اندرويد لكنه يستخدم نواه لينكس، لذلك سموه لينكس. اذا تبون تسمونه لينكس ما في مشكله، تحطوا في تناقض صح؟ لا خلاص خلاص سموه اندرويد، ارجع تسوي سالفه. بعد ما نخلص من الكيرنل، ايش معنى ديسترو اللي هو دائما نشوفه، الديسترو او ديستريبيوشن، تمام؟ الديسترو او ديستريبيوشن هي توزيعه، بالعربي اسمها توزيعه. ايش يعني توزيعه؟ التوزيعه يعني نواه النظام اللي هي لينكس مع مشروع جنو يوخذ ويغير شكله وتبع سياسات معينه وتعطى انت النظام هذا. لو اخذنا فكره عن التوزيعه، ايش يعني توزيعه؟ يعني في ناس مضيع مثلا بين التوزيعات. ببساطه لو اخذنا ابونتو، ايش هي ابونتو؟ ابونتو توزيعة بنيت على الديبيان، طبعا تخلت عن فكرة الديبيان هي، لان الديبيان فكرته حر حر حر، تمام؟ تخلت ابونتو عن فكرة الديبيان، لكن فعليا هي تستخدم الديبيان لحد الان وتحزيمها ديبيان، تمام؟ فايش سووا؟ عندك مشروع الديبيان اللي هي توزيعة الديبيان، اخذوها بالابونتو، غيروا مفاهيمها والواجهة و و و و و و و وعطوها للمستخدم. هذه هي اللي تقدر تصنع لك توزيعتك الخاصة بكل سهولة. في أدوات كثيرة، لكن ليش تصنع توزيعتك الخاصة إذا كان في توزيعات تعطيك نفس الفكرة؟ أوكي، خلصنا من اللي هو الديستريبيوشن اللي هي وش معنى توزيعه. الآن نجي لمعنى الانترفيس اللي هي الواجهة. وش معنى واجهة النظام؟ لو كنت شخص جاي تستخدم ماكنتوش أو تستخدم ويندوز، أنت ما عندك إلا انترفيس واحد اللي هو اللي قدامك، هذه هي واجهة النظام، الواجهة الرسومية اللي اسمها جوي اللي هي جرافيكال يوزر انترفيس، حلو، تمام؟ فطبعا عذرون ترى توجيه من الدوام لخبطة، يمكن انسى حاجات. عموما الانترفيس، ايش هي الانترفيس؟ لما تجي تحمل توزيعة معينة يقول لك انترفيس، او اللي هي يوزر لاند، او قد يكتب لك اللي هي جوي، تمام؟ حاط لك مثلا بين قوسين انها كي دي اي او جنوم. ايش هذا يعني؟ هذا يعني ان التوزيعة تجي افتراضيا مع اللي هي الواجهة هذه. لو اخذنا مثال بسيط، ابونتو يستخدم افتراضيا واجهة يونيتي، فلما تجي تحمل ابونتو يقول لك ابونتو يجي مع واجهة يونيتي بشكل افتراضي، تمام؟ هل هذا يعني انه ابونتو بس يونيتي؟ لا، الواجهات موجودة بجميع التوزيعات، يمكن تركب توزيعك الواجهة بأي مكان. الواجهات كثيرة، خلونا نعد لكم اللي نتذكر. عندكم الكي دي اي، هل اكتب لكم اياها هنا؟ فالواجهات كثيرة، خل اكتب لكم اسمها هنا علشان ما تضيعون اللي هي الاملاء للواجهات. هذه الكي دي اي، طبعا كي دي اي الواجهة اللي نستخدمها حاليا وتكلمت عنها كثير، موجودة عندي بالقناة في تحت رابط الواجهات، اوكي؟ في عندكم جنوم، في عندكم اكس اف سي اي او اكس اف سي اي 4، تمام؟ وفي عندكم ال اكس دي اي، ايضا في عندكم ماتي، وفي عندكم اللي هي واجهة شو اسمها ذيك سينمن اذا ما كنت غلطان، وفي عندكم انلايتمنت، تمام؟ وش عندنا بعد؟ في عندنا اوبن بوكس، وفي واجهة ثانية اسمها فلوكس، ما ادري فلوكس، هذه شغلة زي هذه، تمام؟ هذه الواجهات. ايش معنى واجهة؟ الواجهة واجهة للنظام، مثل ما قلت لكم واجهة رسومية تمكنك من استخدام النظام. شلون احدد واجهتي او ليش كثرة الواجهات؟ حسب ذوقك، اول حاجة ذوقك، اذا انت تشوف الواجهة هذه تناسبك استخدمها، ايضا حسب امكانيات جهازك، لان كل واجهة تختلف عن الثانية. ايش معنى سوفت وير مانجر او مدير البرامج؟ على لينكس موجود فيه مدير برامج، مدير برامج تفتحه وتحمل منه البرامج بدون ما انك تروح الانترنت وتبحث وتجيب حزمة وتسوي دبل كليك وتركبه، لا، موجود البرنامج، بس تكتب اسم البرنامج وتحمله، تمام؟ طيب،
شو عن الروت؟ الروت هذا هو المستخدم الأساسي بالنظام. إذا كنت خبير بويندوز أو تعرف ويندوز فيه مستخدم اسمه administrator، تمام؟ الروت مثله، تمام؟ لكن في فرق كبير ما بين فكرة المستخدم لينكس وفكرة المستخدم ويندوز. الروت هو المستخدم الوحيد اللي يقدر يسوي كل شيء بالنظام، من حذف النظام ومن تعديل على النظام وإلى آخره. يفرق عن المستخدم العادي إن المستخدم العادي صلاحياته محدودة داخل مجلد الهوم حقه. ايش هو مجلد الهوم؟ مجلد المستخدم اللي ممكن يسوي به كل شيء، لكن برا مجلد الهوم ما يقدر. متى يقدر المستخدم انه يسوي شيء؟ لازم يكون عنده تصريح انه يستخدم المفتاح هذا روت، عفوا سودو. ايش هو سودو؟ السودو هو اللي يعطيك صلاحيات للروت. لما تجي تركب برنامج يقول لك استخدم صلاحيات الروت. استخدام صلاحيات الروت عن طريق سودو، او قد تقدر تستخدم سيو، تضغط انتر وتدخل الباسورد حق الروت وتدخل كروت، تمام؟ فالسودو عبارة عن مفتاح تقدر تدخله، لكن لما تكتب سودو هذا مو معناته انك حصلت على الصلاحيات. قد تكتب سودو وما عندك صلاحيات انك تسوي شيء، لازم تكون مضاف لمجموعة السودو. في توزيعات اسمها مجموعة سودو، وتوزيعات اسمها ويل. الارت اسمها ويل، ويل بالشكل هذا اللي هو كفر، ما ادري ايش مسمينه كفر، المصريين يسمونه كويتش اعتقد، ما ادري. هذا هو الريبو او الريبوزيتوري، عبارة عن مستودع. المستودع هذا ايش يعني؟ يعني وش فائدته؟ عبارة عن سيرفر او مخزن اضافي. لو قلنا الان هذا كمبيوتر، حلو، وهذا مستودع، يا سلام، كاس شاهي، تمام. فشلون اقدر احط شاهي بالهذا؟ لازم يكون في بيننا لينك، يكون في حنفيه، تمام. الحنفيه هذا هي المفتاح، واللينك هذا الله يسلمك هو الرابط حق السيرفر، تمام. فايش الفائده من السيرفر؟ السيرفر فيه برامج اضافيه، فلو زي ما انتم شايفين القطعه هذه ما فيها شاهي، القطعه هذه بلاستيك، بس اذا حاب احط شاهي لازم يكون عندي مصدر هذا، تمام. عشان اصب الشاي هنا لازم يكون عندي امكانيات معينه، انه يكون عندي مفتاح للسيرفر ويكون عندي رابط للسيرفر. مفتاح السيرفر تلقائيا ينضاف باغلب التوزيعات اذا كان اساسا يدعم السيرفر الشغله هذه. زي ما قلت لكم في برامج بالسيرفر هذه قد ما تكون بالتوزيع بشكل افتراضي. من الاشياء اللي تحتاج انك تضيفها عندك مثلا الكوديكس للنظام. بعض توزيعات لينكس زي فيدورا ما تقدر انك تنزل اللي هي الفلاش بلاير مثلا والشغلات هذه تلقائيا من بديل البرامج، لانه ما هي موجوده بالمستودع الافتراضي. لذلك تحتاج انك تضيف مستودع اضافي حق ملتي ميديا علشان تقدر انك تضيف. هذه فكره المستودع. ايش هي التيرمينال او الطرفيه؟ هي سطر الاوامر الخاص بلينكس، مكان جميل جدا للعب، حلو، يختصر عليك اشياء كثيره اذا حابين تشوفونه. هذا هو، تمام. على كل جهاز موجوده الطرفيه هذه، تمام. قد يكون لونها اسود ابيض احمر اخضر بكيفك، حسب اللون اللي يعجبك، تمام. ليش استخدم التيرمينال؟ بكيفك، اذا تبي تستخدمه ولا بكيفك. لكن في اشياء لازم تستخدم عن طريق التيرمينال، بينما في توزيعات الاوبن زوزا والاوبونتو واللينكس مينت تقريبا استغنوا بشكل كبير عن الطرفيه، فما تحتاج تفتح الطرفيه والتيرمينال. ايش معنى باكج او حزمه؟ معناته ملف كبرنامج يجمعه اشياء معينه. فانت الحزمه هذه لما تجيبها للنظام قد يكون فيها اشياء كثيره، من ضمن الاشياء اللي معتدين عليها يكون فيه لب، ملف لب اللي هو لايبرري، مكتبه، تمام. فتحتاج انك تضيف مكتبه للنظام، تجيب باكج وتحطه. ايش معنى مكتبه؟ علشان مثلا تستخدم فايرفوكس قد تحتاج الى مكتبه معينه. بصراحه ما يحضرني اسماء مكتبات الفايرفوكس. اذا جات الباكج حق فايرفوكس بدون المكتبه هذه ما راح تقدر تركبه، لذلك تجيب مكتبه الفايرفوكس بعدين تركب الفايرفوكس. عموما الفايرفوكس اساسا لا تخاف راح تلقاه بجميع توزيعات لينكس، ولما تركبه راح ركب المكتبات كلها وبعدين ركب البرنامج. الباكج قد يجي معه مكتبه، قد يكون برنامج كامل. بالنسبة للشل سكريبت اللي هو ملفات الشل، غالبا تكون بالشكل اسمه ينتهي بنقطة بالشكل هذا، تمام. ايش هو الشل سكريبت؟ هو عبارة عن ملف ينفذ عن طريق اللي هو الطرفية. ايش الفائدة منه؟ ينفذ لك اوامر كثيرة ويسهل عليك شغلات كثيرة، قد يكون يثبت لك برامج، قد يكون يسلك اصلاح للنظام، اشياء كثيرة يسوي ملفات الشل هذه. وهذه هي الشيء اللي راح نتعلمه ان شاء الله، وقررت اني اسويه بالقناة اللي هو لغة برمجة شل بعد التصويت اللي سويناه. اوكي، بالنهاية راح نجي اللي هو دعم اللغة العربية، الأرابيك سبورت. بعض التوزيعات تلقائيا ما فيها دعم عربي، تمام، لكن هذا ما يعني انه توزيع ما دعم العربي. انت اللي عليك تسوي انك تنزل حزمة تدعم اللغة العربية، وراح يجي معك اللغة العربية لكل واجهة حزمة معينة، وقد تكون في حزمة عامة، تمام. لكن عندك الكي دي اي مثلا، اذا حاب تحطه بشكل عربي تحتاج تنزل اللي هو عربي كي دي اي، الحزمة حقت الكي دي اي.
الجنوم والشغلات هذه كلها تتبع نفس السياسة، تمام؟ كل لينكس مدعوم عربيا، شفت غلط، كل جنو لينكس مدعوم عربيا لأنه أساسا الدعم للغات موجود بجميع توزيعات لينكس. إلى هنا انتهى شرح المصطلحات، إن شاء الله استفدتوا. خلاصة الحديث إنه جنو هو اسم النظام، لينكس انضاف عليه، لذلك حنا خلونا نسميه جنو أفضل، أو نسميه جنو لينكس إذا ملزمين يضيفون لينكس. الكيرنل هي النواة واللي هي مسؤولة عن ربط الهاردوير بالسوفتوير. الدسترو أو ديستريبيوشن هي توزيعه، زي ما تقولون نكهة جديدة من لينكس أو جنو لينكس بالأصح. الانترفيس هي الواجهة اللي اختارها المستخدم عشان يستخدم الكمبيوتر. السوفتوير مانجر هو عبارة عن مدير البرامج اللي يكون فيه موجود برامج جاهزة للتحميل بضغطة واحدة. الروت هو المستخدم الأساسي بالنظام اللي يسوي كل شيء. السودو هو عبارة عن تصريح يأخذ المستخدم العادي علشان يقدر يسوي صلاحيات فوق صلاحياته. الريبو أو الريبوزيتوري هو المصدر الإضافي للبرامج. التيرمينال هي الطرفية وهي سطر الأوامر اللي ينفذ عن طريقه أشياء معينة. الباكيج عبارة عن برنامج، قد يكون برنامج أو قد يكون مكتبة لتحميل برنامج معين، بس ما عليك شيء. الشيل سكريبت عبارة عن ملف شل يدعم حاجات معينة. الأرابيك سبورت اللي يدعم اللغة العربية للغة العربية. أنا ذكرت حاجة بالنسبة للباكيج، بالنسبة للتحزيم بالنسبة لتحزيم الباكيج أو عفوا أنواع الحزم، في عندك حزمة DEB حقت الديبيان، وفي عندك حزمة RPM، تمام؟ أيضا RPM، وفي عندك XZ مثلا للArch Linux، وفي حاجات ثانية لكن هذه أشهر حاجات، تمام؟ اللي RPM والDEB والXZ مب حاجة ستاندرد بلينكس تستخدمها اللي هي، لكن أشهر حاجتين اللي هي DEB والRPM. إلى هنا انتهى شرح اليوم، واتمنى لكم استفدتوا. لا تنسونا بجلسة الهانج اوت يوم الخميس الجاي الساعة 9:30 بتوقيت السعودية. نشوفكم إن شاء الله بحلقة جاية، وإلى اللقاء.